بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني اخواتي مشاهدي قناه الظهر الفلاحيه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا اليوم سوف نتحدث عن موضوع جديد، اذا كما تلاحظون هذه النبته منزليه. اذا من البارحه الى اليوم لاحظ ماذا فعلت لها هذه الدوده او الدوده الخضراء. اذا اكلت كل الاوراق وبدات في اكل الاغصان. اذا كما تلاحظون هذه هي الدوده، ها هي الدوده الخضراء. هي الدودة الخضراء. من الأمس اليوم أكلت كل الأوراق، وحتى الثمار هذه القرون قامت بأكلها. إذن أكلت كل الأوراق وأكلت ثمار هذه النبتة. إذن كما تلاحظون، إذن كيف نقوم بالقضاء على هذه الحشرة أو الدودة؟ هناك معالجة كيميائية أو كيميائية، وهناك معالجة عضوية. يمكن أن نستعمل مبيد حشري، مبيد حشري. يمكننا أن نستعمل هذا المبيد ونقوم برش النبتة فنقضي عليها من أول رشة. كذلك يمكن أن نستعمل هذا المبيد. هذا المبيد عبارة عن بودرة، عبارة عن بودرة، وهو يستعمل للنمل. لاحظ للنمل والصراصير إلى غير ذلك، وهو عبارة عن بودرة اسمه دلتا إيثيل 5%. إذن هذا هو شكله كما تلاحظون. يمكننا أن نقوم برش النبتة بهذا المبيد الذي هو عبارة عن بودرة، عبارة عن بودرة، وبذلك نقضي على هذه الحشرة. إذن هذه هي المعالجة الكيميائية. إذن ودائما نحن في المنزل نفضل المعالجة العضوية. لماذا؟ لأن هذه النباتات نضعها داخل بيوتنا أو نضعها أمام مدخل الباب أو في الشرفة إلى غير ذلك. إذن كيف نعالج أو كيف نقضي على هذه الحشرة أو على هذه الدودة؟ إذن نبدأ على بركة الله. إذن نأتي بقارورة الخل المائدة، حبة ثوم، حبة بصل، فلفل حار، وصابون سائل. يمكن أن نستعمل صابون طبيعي. إذا نبدأ على بركة الله. ماذا نفعل؟ نضع حبة الثوم، نضع حبة الثوم في هكذا، نضع جزء من البصلة، لا البصلة، هذا حسب عد النباتات الموجودة عندي. بصل هكذا، نضع قطعة من الفلفل الحار، إذن ونقوم بهرس. يمكن أن نستعمل خلاط هكذا، هرس نقول بهرس هذه المواد، الثوم والبصل مع القشور. نضيف قليل من الخل فقط، قليل من الخل فقط، ونضيف نقطة من صابون سائل، نقطة فقط، نقطة فقط هكذا، هذا يكفي. إذن نقوم بالهرس. ويمكننا، قلت لكم، أن نستعمل خلاط.
إن أردت أن تقوم برش كل النباتات الموجودة عندك في المنزل فتضاعف الكمية، مثلا تضع حبة بصل كبيرة، حبتين من الثوم، ضع ملعقة صغيرة من الخل، ونضع نقطتين أو ثلاثة من الصابون السائل على حسب عدد النباتات الموجودة عندك في المنزل. إذن وهذا المبيد الحشري لا يضر النباتات، لا يوجد معطيات محددة أو كميات محددة نضعها. إذن ثم نأتي نضع في حدود كأس من الماء هكذا، هذه الطريقة نقوم ب خلط هذه الطريقة. ثم نأتي بكيس بلاستيكي، أو نأتي بقارورة، هذا الخليط نضعه في كيس بلاستيكي هكذا، ونقوم بالخلط عليه جيدا. وهذا الخليط يمكن حتى استعماله كمبيد فطري كذا، ونتركه لمدة 24 ساعة أو أكثر، وأنا أفضل أن نتركه 3 أيام أو 4 أيام حتى يتخمر جيدا. إذن وأنا قد جهزت هذا الخليط مسبقا. إذن هذا هو الخليط الذي قمت بتجهيزه، إذن كما تلاحظون هذا هو الخليط قمت بتجهيزه مسبقا. إذن هكذا إذن تصبح له رائحة قوية. نأتي ببخاخ، ويمكننا أن نقوم برش النبات مباشرة. نأتي ببخاخ هكذا، نقوم بتصفية هذا الخليط. إذن وقلنا نضعه في كيس بلاستيكي ونتركه لمدة حتى تتفاعل المواد مع بعضها البعض وتنتج لنا خليط متجانس ذات رائحة قوية. هذه الكيفية. نضع الباقي نعيده إلى الفنجان مدة الكس. إن كانت لنا مجموعة من النباتات يمكن أن نضيف له في حدود كأس من الماء ونرش كل النباتات، بما أن أنا عندي نبتة واحدة مصابة لا أضيف له الماء، إذن مباشرة أقوم بعملية الرش. إذن هكذا نقوم بعملية الرش جيدا. إذن ولو لاحظتم مباشرة بعد الرش إذن بعد الرش مباشرة لاحظ هذه الديدان سقطت في الأرض مباشرة بعد الرش، بدأت في السقوط. إذن هذه الطريقة. لماذا؟ لأن هذا المبيد رائحته قوية جدا. مباشرة بعد الرش بدأت هذه الحشرات بالسقوط. إذن نأتي ببقايا المبيد العضوي الذي قمنا بتجهيزه.
نأتي بهذه ونضع لكل نبتة من القليل هكذا. هكذا نضعه. إذن ويمكننا الاستغناء عن نقطة الصابون، نقطة الصابون يمكن أن تستغني عنها إن خفت أن تقضي على النبات نقطة لا تضر النبات. نضع هكذا. هكذا. إذن بهذه الطريقة انتهينا. إن شاء الله إذا ما لو لاحظتم حتى لاحظ حشرة. ما هي الحشرة الخضراء أو الدودة الخضراء؟ حتى التحرك لا تتحرك. من الرشة الأولى فقط نقضي على هذه الديدان، من الرشة الأولى فقط نقضي على هذه الديدان. إذن إن شاء الله في اليوم الموالي غدا إن شاء الله صباحا أضيف رشة ثانية، وبعد غد أضيف رشة ثالثة، أي ثلاث رشات متتالية كل يوم، اليوم رشة، غدا رشة، وبعد غد رشة. إذا الديدان سوف أقضي عليها، ولكن أكرر الرشة من أجل القضاء على البيوض الموجودة على النبات. وإن شاء الله بعد 6 أيام 4 أيام يبدأ النبات يتعافى وتبدأ تظهر أوراق جديدة إن شاء الله. إذن بهذا إخواني أخواتي مشاهدي قناة الظاهرة الفلاحية، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، الضغط على لايك، وكذلك مشاركة فيديوهاتنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك حتى تعم الفائدة. إذن بهذا إخواني أخواتي مشاهدي قناة الظاهرة الفلاحية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.